السلام عليكم، ازيكم اصدقائي؟ النهارده رجعنا لكم فيديو جديد، ده طبعا اوردر سوق دوت كوم. التغليف الممتاز لسوق دوت كوم دايما. بص معايا، ده التغليف بتاع الباكج. واو، او ماي جاد، او ماي جاد. يبقى كده معانا ثلاث مكائن، كيمي 5017 بلونها الرائع. كل الماكينه مغلفه، نشيل الغلاف من عليها. ده صوتها طبعا، تشحن الشاحن اللي انت شايفه ده. محتويات الكرتونه طبعا زي ما حضرتك شايف، بيجي معاها اربع درجات، اربع امشاط. خامه البلاستيك ممتازه جدا، بيجي معاها فرشاه التنظيف اللي كلكم عارفينها، وهنا بيجي معاها الشاحن، وهنا عبوه الزيت الصغيره جدا 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 جدا. ولكن نوع الزيت ده بقى متوفر في الاسواق، تقدر تشتريه من الخارج. الزيت ده طبعا غذاء الماكينه، لابد يكون متوفر عندك داخل الصالون. طبعا المكنه دي كاستخدام محل استخدام كويس جدا، كاستخدام شخصي اكتر من رائعه. وده ليه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. هنا الماكينه انا بشتغل بيها منذ فتره، حاول نشيل الشعر من عليها. واو، ده صوتها بعد استخدام سنتين. ودي الماكينة الجديدة، ده صوتها. طبعا درجة الزيرو حادة جدا، شكل اللي حضرتك شايفه ده. طبعا الماكينة دي في الاستخدام الشخصي كويسة جدا، في استخدام الصالون ايضا بيها درجات عالية جدا بالشكل ده. المكنة دقيقة وسريعة معاك، ما فيهاش اي مشكلة خالص. بنصح اي حد انه عايز ماكينة استخدام شخصي يشتري كيمي 5017، كيمي 5017 ده الموديل بتاعها. ده كان نوع انا استخدمته لمدة عامين، بصراحة مرتاح معاه جدا، نوع كويس ودرجة الزيرو بتاعته كويسة جدا، سواء الاستخدام الشخصي او لاستخدام الصالون في الاشياء الخفيفة، حتى لو في الشغل الجامد او في الشعر الخشن. بصراحة المكنة قوية جدا جدا، وقوة الشحن بتاعها بتقعد معاك فترة، ممكن تشتغل حوالي متواصل اكتر من ساعتين. وشحنها ايضا انا ما جربتش بصراحه الشحن الفعلي بيقعد قد ايه، ولكن هي مش بتاثر معاك في وقت الشغل لما بيكون عندك مكانتين بتشتغل بيهم بشكل جيد. وكمان يا ريت الاستخدام الشخصي بعد كل انتهاء مره توضع الزيت ده. ان شاء الله الفتره الجايه هنعرض عليكم منتجات كتير جدا وانواع مكائن كتير جدا، وانتوا كمان لو حابين تعملوا مراجعه لاي ماكينه حلاقه ممكن تطلبوها منا في الكومنت، واحنا ان شاء الله هنحاول نعمل بيها فيديو. يبقى نقول هنا 5017 من شركه كيمي، مكنه جميله جدا للاستخدام الشخصي وعمليه جدا، وكمان تنفع لاستخدام الصالون. وفي النهايه بنشكر سوق دوت كوم على التغليف الممتاز الاكثر من رائع. تجربتي مع سوق دوت كوم دايما مميزه، وبصراحه بشكر جدا سوق دوت كوم على التوصيل السريع والاهتمام بتوصيل المنتج بشكل امن. اهلا وسهلا بحضراتكم في قناه دي ار ام تي في، اللي بتمنى تعمل معانا سبسكرايب وتعمل معانا لايك، وكمان تدينا كومنت علشان نقول لك على كل جديد ان شاء الله الفتره الجايه.